لو عندك تنميل وخدر وتقلب ايدك او رجلك او شعور زي الكهرباء او حرق او سخونه او ضعف في الاطراف والحاجه بتقع من ايدك وحركتك ضعيفه وجسمك مش شايلك، برضو لو في الم في الظهر بينزل على رجلك ممكن يكون عندك التهاب في الاعصاب الطرفيه. علشان كده هقولك على اهم 10 علاجات لالتهاب الاعصاب الطرفيه موجوده بالاسواق حاليا. خليك معايا لاخر الفيديو علشان هقولك على اهم دواء لعلاج التهاب الاعصاب الطرفيه، وكمان هقولك على افضل الادويه لعلاج جميع انواع الالتهابات بجد. قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في قناتنا على اليوتيوب لو ما كنتش مشترك، وتعمل لايك للفيديو وتشاركه مع اصدقائك علشان ناس تانية تستفاد، وخصوصا اللي عندهم نفس المشكله او اللي بيعانوا من نفس المشكله. يا ريت كمان تكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو ايه الادويه والحاجات اللي استخدمتها قبل كده علشان تعالج التهاب الاعصاب الطرفيه وجابت معاك نتيجه، وايه الحاجات اللي ما جابتش معاك نتيجه وما ارتحتش عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم. معاكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحه العظام والعنايه بالقدم والقدم السكري. قبل ما نتكلم عن اهم 10 علاجات وادويه لعلاج التهاب الاعصاب الطرفيه، لازم نعرف ايه الحاجات اللي ممكن تسبب التهاب بالاعصاب الطرفيه. من الحاجات اللي ممكن تسبب تلف بالجهاز العصبي الطرفي وبالتالي تسبب التهاب بالاعصاب الطرفيه، شرب الكحوليات بكميات كبيره اللي بتتلف الاعصاب وتدمر اجهزه الجسم الحيويه مع مرور الوقت، مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم المزمن، قصور الغده الدرقيه، نقص مستويات الكثير من الفيتامينات في الجسم. برضو الادويه لو بتستخدمها ممكن اثارها الجانبيه تسبب التهاب في الاعصاب الطرفيه، التعرض لحادث او صدمه ممكن تتلف العصب بشكل تام او نهائي، العلاجات الكيماويه والاشعاعات اللي بيتعرض ليها مرضى السرطان، التعرض المتكرر لبعض انواع السموم زي الرصاص والزرنيخ. طيب ايه اعراض التهاب الاعصاب الطرفيه؟ لما بيحصل التهاب وتلف بالاعصاب الطرفيه بتظهر الاعراض دي على المريض: خدر وتنميل ووخز في اليدين والقدمين، انخفاض ملحوظ في ضغط الدم، عرق شديد، اضطرابات في الجهاز الهضمي زي الاسهال او الامساك او الم في البطن، يحصل ترقق في الجلد، الجلد يبقى رقيق، يحصل ضعف جنسي عند الرجال نتيجة ضعف الأعصاب، المريض بيحس إنه لابس جوانتي أو شراب ضيق، ممكن حاجات تقع من إيده وهو ماسكها لأن في ضعف في الأعصاب الطرفية. نيجي بقى لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية، بيعتمد أولاً على علاج الأسباب، نعالج الأسباب الأولى وبعدين نعالج المشكلة نفسها. طبعاً لازم تستشير الدكتور بتاعك قبل ما تاخد أي نوع من أنواع العلاجات اللي إحنا هنتكلم عليها دلوقتي. هقول لك دلوقتي على اهم وافضل 10 ادويه لعلاج التهاب الاعصاب الطرفيه اللي موجوده في الاسواق. اول حاجه اقراص النيوروفيت اللي بتعتبر من المكملات الغذائيه اللي بتعزز صحه الجسم وبتعالج امراض الدم زي فقر الدم، كمان بتعالج ضعف الاعصاب لان فيه فيتامين ب، كمان بيعالج فقدان الشهيه وبيمنع مضاعفات امراض المخ وبيمنع تكرار حدوث الاسهال، كمان غني جدا بالفوليك اسيد المهم لصحه الجسم، بيتاخد قرص 3 مرات يوميا بعد الاكل. تاني نوع معانا اقراص البي كومفورت، مهم جدا لعلاج نقص الفيتامينات اللي بسبب سوء التغذيه او الحمل او الرضاعه، بيعالج التهاب الاعصاب الطرفيه نتيجه لانه غني جدا بفيتامين ب، بيعتبر مضاد للاكسده لانه غني بفيتامين ب2، كمان بيقوي الشعر ويمنع تساقطه وينظم الماده الوراثيه في الجسم علشان غني بماده البيوتين، بيتاخد قرص الى قرصين كل يوم بعد الاكل. ثالث نوع معانا الاقراص ميلجا ادفانس، دي بتعتبر من اشهر المكملات الغذائيه اللي بتعالج التهاب الاعصاب الطرفيه لانه غني جدا بفيتامين ب بمختلف انواعه، علشان كده بيعالج التهابات الاعصاب الطرفيه ومشاكل ضعف الاطراف والصداع والارهاق الشديد، مناسب جدا للناس اللي عندها التهاب بالعظام والمفاصل وبيمنع حدوث فقر الدم، بيتاخد قرص واحد بعد الفطار وقرص بعد الغداء يعني مرتين في اليوم. رابع نوع معانا اقراص النيوروتون، دي بتعالج الانيميا والتهاب الاعصاب الطرفيه والمركزيه، بيخفف من الاجهاد السريع ويقوي الاعصاب ويساعد المريض على الحركه بشكل افضل وبيدخل في علاج الشلل الرعاش، بيتاخد قرص واحد يوميا. خامس نوع معانا اقراص الجابتين، الدواء ده اصلا بيعالج الصرع لكن كمان لقوا انه بيعالج التهاب الاعصاب الطرفيه، كمان بيعتبر مسكن قوي فعال للالام الشديده اللي بتسبب التهاب الاعصاب، كمان بيستخدم في علاج مرض الهربس، ممنوع جدا للناس اللي عندها حساسيه للماده الفعاله من الدواء، الجرعه بتكون على حسب ارشادات الدكتور المعالج على حسب الحاله بالظبط. سادس نوع معانا اقراص النيوروباتيك، الاقراص دي بتعالج جميع انواع التهاب الاعصاب وكمان ضعف الجسم والخمول وبتحمي مرضى السكر من تلف الاعصاب، كمان غنيه بمضادات الاكسده اللي بتعالج مشاكل والتهابات الاعصاب الطرفيه وتقوي خلايا الجسم، بيتاخد كبسولة واحدة على معدة فاضية يوميا. سابع نوع معانا اقراص الليريكا، بتستعمل في حالات التهاب الاعصاب الطرفية الشديدة اللي وصل لحد الصرع، كمان في حالات القلق واضطرابات الاعصاب وبيعالج التشنج وبيعتبر مسكن قوي للقلق،
بيساعد المريض على النوم بشكل افضل، علشان كده بيتاخد بالليل مش الصبح. لازم تستخدمه بعد ما تستشير الدكتور بتاعك، لانه بيعتبروه من الادوية المخدرة اللي دخل الجدول. ممنوع على المرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى. تم النوع معانا حقن البيتلوفيكس، ودي بتعمل كمساعد في علاج التهاب الاعصاب الطرفية، وبتعالج فقر الدم، وبتقلل اعراض التنميل والشلل نتيجة الاعتلال العصبي. بتتاخد حقن عضل كل اسبوع او 3 ايام على حسب شدة الحالة. تاسع نوع معانا حقن الديبوفيت، اللي بتعتبر من افضل واقوى حقن الفيتامين ب بمختلف انواعه اللي موجودة في الاسواق. بتستخدم في علاج نقص التغذية في الجسم، وبتعتبر علاج مرضى البنكرياس، وتحسن عملية التمثيل الغذائي، وتعالج الانيميا الحادة لانها بتدخل في تركيب كرات الدم الحمراء. مهمة جدا للمرضى اللي عملوا عمليات جراحية. الجرعة على حسب الحالة وعلى حسب ارشادات الدكتور المعالج. اخر نوع معانا اقراص الامبيزيم، ودي بتعتبر من اقوى مضادات الالتهاب، وبتعالج جميع انواع الالتهابات وكمان اعراض الالتهابات زي الاحمرار والحكة والشعور بالالم والتورم، وكمان بتقلل التورمات زي ما احنا قلنا اللي بسبب جراحة او كدمة او جرح، وبتستخدم في التهاب المفاصل او العظام، وبتخفف من الم التهاب الاعصاب الطرفية. بتتاخد قرص قبل الاكل بنص ساعة او بعد الاكل بساعتين. الجرعة اليومية 3 مرات في اليوم. يبقى كده عرفنا اهم نوع من انواع العلاجات اللي بتعالج التهاب الاعصاب الطرفية، اللي هو حقن الديبوفيت، وكمان مضادات الالتهاب اللي بتعالج اي نوع من انواع الالتهابات اللي هو اقراص الامبيزيم. ياريت تكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو ايه الحاجات والادوية اللي استخدمتها لالتهاب الاعصاب الطرفية وكانت ممتازة معاك وجابت نتيجة، وايه الحاجات والادوية اللي ما جابتش معاك نتيجة علشان ناس تانية تستفاد. لو الفيديو عجبك وافادك ما تنساش تشيره لغيرك عشان ناس تانية تستفاد. بتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معاكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.